السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عبد الصفوف ديزاد. في تصريحات لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زتشي نهار اليوم للإذاعة الوطنية، أكد فيها بأن الفاف نجحت في إقناع العديد من المواهب الشابة التي تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية، وذلك من أجل الانضمام لصفوف الخضر مستقبلا. إلا أن رئيس الاتحادية لم يؤكد بأنه تم التوصل لاتفاق مع أي لاعب من أجل تمثيل المنتخب الأول، ولكنه في نفس الوقت أكد بأن الفاف نجحت في إقناع أزيد من 130 لاعب ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية من أجل تمثيل محاربي الصحراء في مختلف الفئات العمرية. وأضاف خير الدين زتشي القول بأنه تم تعيين لجنة مختصة تنشط في أوروبا وتعمل بالتنسيق مع الاتحادية والنخب الوطني جمال بالماضي. مهمتها هو التنقيب على أفضل المواهب الشابة ذات الأصول الجزائرية في مختلف البطولات الأوروبية. جدير بالذكر بأن الفاف سبق لها استدعاء 6 مواهب جديدة شابة لصفوف منتخب أقل من 20 سنة خلال تربص شهر مارس الماضي، إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجل التحاقهم إلى مواعيد لاحقة. سلام.